نتمنى ان نتمنى ان ان شاء الله هذاك لا فينال تكون في صالحنا. اتونسيون النتيجه ديال 2-1 مزيانه راها كتبقى نهائي، خاص المنتخب المصري يسجل على البركان باش يدي الكاس، والبركان حتى هي تقدر تسجل تما، فتنظن ان المباراه مفتوحه على جميع السيناريوهات. لو كوتي بسيكولوجيك غيكون مهم، لو كوتي مونطال لا كونسونطراسيون، يعرفوا راسهم انهم داروا نصف الشوط، فلذلك خصهم يامنوا بحظوظهم الى اخر رمق ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.